لم تعد الولايات المتحدة الامريكية تفرق بين الدول عندما تجهز وزارة خارجيتها مختلف التقارير المعالجة لوضعية حقوق الانسان في العالم. هذه الطريقة في تشويه الدول وصبغها بمختلف الاحكام الجاهزة، تطرح اكثر من تساؤل حول الخلفيات التي تدفع مصالح الخارجية الامريكية لتحرير هكذا تقاريره. لكن هذا شيء غريب ونظن باللي مبني على خطا. ومانيش عارف شكون ما هو الطرف الحقيقي اللي راه يحرض هذه المنظمات وهذه البلدان من ضد الجزائر. التقرير الثاني الصادم والذي يصنف الجزائر في المستوى الثالث بخصوص ما اسماه الدول المتساهله مع ظاهره الاتجار بالبشر، جعل علامات الاستفهام تتراوح حول هكذا مواقف، خاصه انه ياتي في شهر واحد بعد تقرير انتقد العقيده العسكريه الجزائريه. في مكافحة الإرهاب. كاين للأسف الشديد بعض المواطنين الجزائريين اللي يتعاملوا مع المنظمات تاع حقوق الإنسان تاع المتحدة اللي يزودوهم بمعلومات خاطئة وخطيرة ومفروغ منها، وهما يتبعوه بدون ما يتمكن لهم باش يحقوا في صحة المعلومات اللي اللي يلتحقوا بها. الجزائر التي لم تتقبل التقارير المختلفة. التي اصبحت تتفنن في اصدارها وزاره جون كيري وسبق ان استدعت وزاره الخارجيه السفيره الامريكيه للتشاور حول هذه التقارير المغرضه والمستفزه للعلاقات الثنائيه التي تربط البلدين وهو ما ستدفع بها الى منعرجات حاسمه حتما بما ان واشنطن تجاوزت لعبه المصالح في علاقاتها مع دول جنوب المتوسط